سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المنتجبين النائين عن الأهل والأوطان سادتي فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا وأقل الفدا يا قتيل العدا مسلوب العمامة والرداء غريب يا مظلوم كربلاء مالت علي الحاصبات جنودا وأتيت يا كهف الطريد طريدا جداه جئتك واللواعج في دمي أرسلنا بالا هبة الزفير بريدا جدا عصف الزمان بوارقا ورعودا لتجيء ذابلة الورود وقد جرى در المدامع في الخدود نضيدا يعني الدين يشكي يا رسول الله تريد الدواء يا رسول الله لهذه الجراحات وترى زمام الدين لاذ براحتي ترضى بأن أعطي الزمام يزيدا ترضى بها يا ترضى يا بأن أعطي الدنيئة للذي يستام أبناء الكرام عبيدا جدايا جئتك مفردا لم يبق لي إلا الأحبة عدة وعديدة يا جدا هذه عصبتي وحرائري تبكي لفرخك كيف صار طريدا جدا بريحك علمني أرتاح من غصص أتينا وفودا يا خذني لصدر طالما عانقته أبي حنانك يا رسول الله ضاقت بي الدنيا وما فيها واظلم رتا واظلم علي رتاجك المنضودا خذني سقف في ضريحك لم أعد أرض الحياة
مذلتان وقيودا. وفعلا عزم الحسين على الرحيل، لكن ترك المنازل خالية، ماكو أحد بيها. يجي الوفاد يسألون منازل، كانت نيرات بأهلها فأضحت عليها غبرة وقتام. ألا لا تزال الدار إلا بأهلها، على الدار من بعد الحسين. Shout.
انشر شعره وانشر بياره في المدينة شمال ويمين، وعلى ظالمي آل محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج آل محمد وقضاء الحوائج وشفاء المرضى صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. والأحاديث الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام مدى اهتمام القرآن والتشريع والسنة النبوية بحماية الإنسان، إذ إن هذا الكائن الحي هو أفضل الموجودات على هذا الكوكب على الإطلاق. بنص القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. مقتضى هذا التكريم أنه يكون للإنسان جهات تحميه تشكل حماية لهذا الإنسان، حماية فكرية، حماية عقائدية، حماية سياسية، حماية حقوقية، حماية معاملاتية. كل هذه الأمور هي في الواقع تنصب في حماية الإنسان، ولا يمكن أن يوجد هناك قانون في العالم بأكمله من أول الدنيا إلى آخرها يهتم كل هذا الاهتمام بحماية الإنسان إلا الإسلام الشريف فقط. أما غير هذا من الدساتير والقوانين فهي في الواقع ما هي إلا شكليات، على اصطلاحنا احنا ديكور فقط لا اكثر ولا اقل. ومن يعمل بهذه الدساتير وهذه القوانين الدوليه؟ اكو موجود هناك عامل بها؟ لو كان هناك عامل بهذه الدساتير لما اصبحت المجرعه مثلا في افريقيا. الا ترون؟ كم هم من الاطفال الذين يموتون يوميا؟ كم من الذين يموتون من غير رعايه صحيه؟ كثير. إذا هذا القانون الدولي، هذه الدساتير المطروحة إنما هي شكليات، على اصطلاحنا يقولون كماليات. لما يكون لهذه الدولة كيان ونظام بعد من كمالياتها أن تكون لها ماذا؟ دستور وقانون لا أكثر ولا أقل. وإلا لو كان هناك حالة من العمل بهذه القوانين الدولية، أنا ما أطعن في القوانين الدولية وأقول أنها غير صحيحة، لا هي صحيحة، ولكنها تفتقد إلى العامل. يعني هي موجودة على الأوراق وفي الأماكن الرسمية ولكن لا عاملة لها. ولذلك تراهم يطبلون في كل يوم. إذا كانت هذه الإجراءات تنصب في مصالح هذه الأنظمة الموجودة أخذوا ينادون بحقوق الإنسان بحقوق الإنسان. أما إذا كانت هذه القوانين لا، على عكس من ذلك أنها تنصب في غير مصالحهم، تراهم يعني يلتمسون المخرج من كل ما.
الله سبحانه وتعالى مقتضى هذه الكرامة التي كرم بها الإنسان وهو الكائن المفضل أن تكون له مؤسسات تقوم بحمايته. ولذلك لاحظوا مثلاً على مستوى التشريع المعاملات يكون قوانين تحمي الإنسان. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فماذا؟ فاكتبوا الكتاب حماية. في آية أخرى يقول هذا القرآن كان ما يريد يقول هذا المعنى، يقول أكو بعض من الناس ما يلتزم بهذه الكتابة، يقول فرهان مكبول. هذه حماية، الرهان حماية معاملاتية لهذا الإنسان. أنت أيها الإنسان لما يعني يستدين منك فلان من الناس خذ منه الرهان، اكتب كتاب عليه. ولذلك حتى كمسألة شرعية مطروحة يبحثون عن الفقهاء أنه لو نفترض أن هذا الإنسان مثلا استدان منه شخص ولم يكتب هذا الدين ولم يشهد عليه أحد من الناس، لا القانون يحمي ولا الشرع لأنه تخبط، لأنه تصرف غير عقلان. ولذلك إحنا عندنا مقولة نقولها دائما، القانون لا يحمي المغفل. شايف قانون يحمي الإنسان مغفل. ولذلك لاحظوا المصائب التي جرت في البلد قبل سنتين من معاملات غير صحيحة، ماذا كانت النتائج؟ كانت النتائج أنه لا أحد يحميك أيها الإنسان، لا القانون يحميك لأن أنت ما عندك مستند قانوني. مستند قانوني ما موجود. يعني الآن حتى على مستوى الدوائر الرسمية أكو مسمى عندنا في المحاكم موجود عندنا سند مديونية يسميه، حتى أنت تضمن حقك وهذا الفلان يقبل يضمن حقه من الناس. هذا على مستوى المعاملة. الله سبحانه وتعالى جعل جهة معينة تحمي الإنسان معاملاتياً حتى لا يضيع حق هذا الإنسان. أيضاً هناك جهة مسؤولة عن حماية الإنسان كحقوق وواجبات ورعاية لهذا الإنسان، أكو جهات معنية بذلك. لما مثلاً الآن نجي إلى منظمة حقوق الإنسان، هذه المنظمة الكبرى لها فروع في كل المعمورة موجودة عندها. هذه تعني بماذا؟ تعني بحقوق الإنسان، برعاية الإنسان، باسترجاع حق هذا الإنسان. لاحظ عدم استغلال هذا الإنسان. يعني أكو كثير من الدول إلى الآن الإنسان يباع ويشترى فيه. إلى الآن الدول الفقيرة إلى الآن الإنسان يباع ويشترى فيه. فلوس يجي هذا الإنسان لأنه محتاج يبيع بنته، يبيع ولده، يبيع رضيعه. والغريب قبل فترة كنت أقرأ في أحد المجلات وجدت هذا الخبر كذا، أن امرأة لم تكن تنجب أبناءنا، فهي يعني على اصطلاحنا سوت المستحيلات حتى أنه يكون عندها ولد، فما استطاعت ذهبت إلى أفريقيا. يقول استغربت أنا من هذا، هي نفسها يقول استغربت من هذا الشعور لما طلبت منه أن أخذ الولد بس رعاية أرعاه أربيه. قالوا لي تقدرين تشترين وإحنا متبرين على نوقع على أوراق رسمية، إحنا ما لنا بعد دخل. أين هي هذه منظمات حقوق الإنسان التي تحمي هذا الإنسان الفقير المضطر؟ وين؟ عندنا الآن على مستوى العالم سراق لأعضاء الإنسان، أعضاء الجسد. أكو بعض الدول تشتغل بس على سرقة الأعضاء الموجودة عند الإنسان، مجرد ما يموت هذا الإنسان تشوفه يشققونه وكذا، موجودة. وبعضهم لأن الفقر يلجأوا إلى ذلك حتى يقطعون منه عضو من الأعضاء ويبيعه حتى يحصل فلوس. أين هي منظمات حقوق الإنسان التي تحمي هذا الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى حمى هذا الإنسان في كلمتين: ولكم في القصاص حياة، كل واحد يحفظ حقوق من الناس. أنت لك حق تأخذه وهذا فلان يأخذ، إذا قتل هذا الإنسان يجب أن يقتل. هذا رعاية. ولكم في القصاص، القرآن ما قال تأخذون ثاركم، قال حياة.
حياة هذا الإنسان. فإذا الآن ما يجري في المعمورة الإنسانية على الإطلاق بلا تحديد من عمليات اضطهاد، من عمليات سحق كرامة هذا الإنسان، من عملية اضطهاد وعمليات استبداد ومصادرة، من المسؤول عنه؟ أليست المنظمات الحقوقية مسؤولة عن هذا الكلام؟ هي شغلها شغلها أنها تأخذ بحق الإنسان. على المستوى مثلا السياسي، على المستوى السياسي أكو منظمات، أكو جهات، أكو جمعيات معنية بذلك. هذه الجمعيات معنية بأن تدرس الوضع السياسي، أنه يتحمل هذا الأمر أو لا يتحمل، هذا الفلان، هذا الشعب مثلا مضطهد يطالب بماذا؟ هذه كلها شؤون سياسية. كذلك أكو مؤسسات معنية بتقويم سلوك الإنسان، هي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شنو يعني جهة من الجهات؟ مؤسسة من المؤسسات معنية بأن تقوم بهذا الدور، لأن هذا الدور راح يحمي الإنسان من كثير من المخاطر. يعني تصوروا أنتم لا يوجد إنه مؤسسات دينية، وما يوجد عامل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وماكو رادع وماكو كذا، شنو راح يصير العالم؟ هو يا أخي إحنا الآن أكو أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأكو مؤسسات دينية تدعو كذا، وهذا الناس سائرين في الانحراف والضلال. طب لما يكون هذا مبلغ شنو نقول؟ المؤسسات الدينيه معنيه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان هذا الامر يشكل عمليه حمايه لهذا الانسان من الضلال. اما اذا فقد هذا العامل فهو ذلة الاسلام من بعد عز. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيسلط عليكم شراركم ثم تدعوا. هذول الأشرار لما تسلطوا يدعون إلى ما لا يدعون المنكرات. الآن على مستوى عالي لما المسلمين تخلوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تسلط مثل طاغية ليبيا وطاغية تونس وطاغية مصر. اللي طاغية ليبيا قبل أيام صدر كتاب حديث عن حياة سرية حي هذا الطاغية. أنا أطهر المنبر عن ذكر اسمه. ينقل أحد حراس الخاصين يقول في احتفال ليلة عيد السنة صرف هذا الطاغية 1.5 مليون على إحياء هذه الليلة الحمراء. مليون يقول جمع كل مشاهير الغناء الغربيين وجابهم تلك الليلة يا حياة ليلة واحدة. يعني احنا وين القصة؟ هذه 1.5 مليون كم عدد نسبة الفقر الموجودين في ليبيا؟ كم هي حالات البطالة اللي موجودة؟ كم هي نسبة؟ من هم تحت خط الفقر؟ كم هي نسبة؟ هل جراح ترك الأمر بالمعروف؟ ولتكن منكم جهة معينة تقوم بهذا الدور، لأن في هذا الدور حماية لهذا الإنسان. هذه الجهة راي تتعرف الإنسان أن هذا الطريق هو الطريق الصحيح، هذا الطريق هو الطريق الخطر. وهذا الشأن من شؤون المؤسسات الدينية، مساجد، معاهد، حوزات، كل شأن مش أنا سياسي. للأسف اليوم عندنا خلط في الأوراق، وعندنا خلط في الأدوار، وعندنا خلط في الاختصاصات. شوف جمعيات إسلامية وإذا هي جمعيات سياسية تنظر في السياسة وتدعم أحزاب إرهابية وتدعم شفتون كثير من الجمعيات الإسلامية تحط إعلانات جمع صدقات لنصرة الشعب السوري، إعلانات موجودة. تدرون هذا الدعم وين يروح؟ يروح السلاح. هذا الدعم حسب تقريرات يعني تقريرات دولية، هذا مو كلام ترى ظني ولا كلام يعني اعتباري جاي من المخبر. هي جمعية إسلامية تعلم الصلاة وتعلم الناس الأخلاق وتعلم المعاملات وتعلم الصح من الخطأ،
وإذا هي جمعيات تتعاون مع غيرها يأخذون فلوسك أنت، أنت بحسن نية تدفع عائلة أموال على أنها مساعدة إغاثة كل تحت العناوين الكبيرة. وإذا هي كلها يشترون هذا السلاح ويختي كل واحد السوري يقتل السوري والأجنبي يقتل هذا الدم الدم يسفك هذا كان من المفروض انهم يروحون دولين اذا كان عندهم مهمه خليه يبندون مقاهي الخمور اللي موجوده. اكو عندنا مكانات يباع فيها الخمر علنا في بلاد الاسلام. علنا يباع الخمر. وكنا تحت عنوان سياحه اقتصاد تحت عنوان ما ادري ايش الهراء هراء المفلس هراء الذي في الواقع تلبس بلباس الدين، هو مو من المتدين، هو متلبس بلباس الدين، لان الدين يدخل عليه مصلحه. قابل لرب اللحية للسرة، قابل قصر الثوبة، قابل سر مقنس، قابل ما عنده ما عنده لا يبالي. هذا السفيه سفيه شنو تعبيره؟ تاع التفسير هو الذي لا يبالي ما قيل فيه وما يقال. خلاص ما وإلا شنو اللي راح أرجع الأمة لهذا المستوى؟ الأمة الإسلامية بأكملها من أول يوم رحل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الدنيا ماذا حدث؟ ولو قلدوا الموصى إليه أمورهم لزمت بمأمون عن العثرات. لكن ما يصير مثل يزيد هو الحاكم. ها؟ الحسين يقول اللهم إنك تعلم إني أحب المعروف وأنكر المنكر مثل يزيد ماذا منكر بقاء في المقفل في على كرسي الخلافة الإسلامية كارثة كبرى. رحم الله السيد حيدر الحلي كيف يصور هذا المعنى واقع المسلمين آنذاك يقول ألم أدري أين رجال المسلمين مضوا وين أصحاب العقول؟ من الآمرين بالمعروف؟ من الأمة التي فضلها الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وين دولين الصحابة بقايا الصحابة اللي بقوا إلى عهد معاوية؟ وين التابعين؟ لم أدري أين رجال المسلمين مضى وكيف صار يزيد بينهم ملكا العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبعا يعصر الودك هل كيف يسلم من شرك ووالده ما نزلت حمله خلي راجع نسب حسب يشوف شنو هند عن الشركاء قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد الطبيب والحسين وما إلى أحد غير الحسين شكى أبو علي الدوغالي كبير خطير فيها في نفوس وفي دماء وفي أعراض فما رأت صبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفك يرسل عليه الوليد يرسل على الحسين عليه السلام ليلا في منتصف الليل يوصل رسالة إلى الحسين الآن تحضر أبو علي لأخذ البيعة تقول بعض المنقولات فلما وصل الرسول الى الحسين اخذ الحسين وقف في صحن الدار ونادى بصوت شجي اخي عباس ولدي علي فلان فلان خرجوا كل واحد سيفه مسلول شويه واذا زينب طلعت من خلف ابو علي وين ماخذ الشبان وياك الله يساعدها قال هذا الطاغي أرسل علي وأظن أن طاغيتهم قد هلاك فعلا مضى الحسين عليه السلام وتعلمون ما جرى بينه وبين الوليد قال له وليد انت هذه بيعتي سرا ما تنتفع فيها خليها تكون علنا نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا حق بالخلافة يقول هناك مروان قال يا وليد خذ البيعة الآن من الحسين الآن خذها ترى إذا مضى الحسين الآن ما تقدر على الحسين، هذا ابن علي؟ هذا ابن فاطمة؟ قال له وإن لم يعني يقبل الحسين، قال له هذا السيف اضرب عنقه. يقولون أخذ الحسين أخذ مروان وجلد به الأرض، قال له أنت يا ابن الزرقاء تأمر بضرب عنقي؟ ارتفع صوت الحسين
الحسين انشلع باب الدار وهجموا 18 قمر على يم الحسين والخوف يتقدمهم منو؟ اي والله ابو فاضل باب الحوايج ها سلسيفه امر سيدي حسين بالله ابو الفضل اخ مصيبه قال مو يومه ها التفت لي ابو فاضل ما قلت لي يوم الحسن مرمي ابن عشره اصبر ولك يوم انتفج منه البطشه وحياه ربي يستوى من فوق عرش الافعال فعايل ما فعلها اول وتال محسين من شاف البطل والسيف مشهور ضمان صدره والدمع بالخد منثور قال له حسامك دغمد الايام مذخور يومك في طفوف الغاضريه خل الشجاعه يا عزيزي اليوم خلها خل الشجاعه ابو الفضل ما هو محلها يوم الرباب تجيك بيده ورجع الحسين بأبي وأمي وكما تعلمون مضى إلى قبر جده في منتصف الليل انضجع على الحسين فرخك وابن فرخك وصدقك الذي خلفتني في أمتك فاشهد عليهم يا رسول الله فلقد خذلوني ضيعوني يا رسول الله ثم مال إلى قبر فاطمة وكأني بي قد احتضن ذلك القبر أوالي وعفر خداده ولصق فوق القبر صدره يبكي ونادي في أمان الله مكسور قلبه من الهضم يعني نسوان ويا ابو علي ها التفت الى ابي الفضل علي اكبر قاسم فلان هيئوا محامل النساء يقول الراوي كما يلقي صاحب المنتخب يقول جلس الحسين على كرسي على باب الدار وخلي ما كل واحد عنده حرمه كل واحد عنده كذا يركب داخل المحمل يقول فبينما الحسين جالس واذا قد خرج علينا الشاب ها كأن وجهه فلقة القمر يقول شفت الحسين غرورقت عيناه بالدموع وظل يتحسر وينادي ولدي علي ولدي علي من هذا سيدي الحسين قال هذا ولدي علي وهذه ليلى ثم خرج علينا شاب بعد ما اخترق الشعر على عارضه بعد شباب من الحسن قلت له هذا من سيدي قال هذا القاسم بن الحسن وهذه رملة وقام كل واحد من الشبان يجيب الحرمة ويركبها ويجي يركب الحرمة ويوقف عند الحسين سيدي حسين تآمرني بأمر التفت الحسين قال أكو بعد هناك بعد حرمة ظلت لا لا قال له أبو علي ترى زينب ما طلعت وياي انت أخرى وياي شوية مو بس النساء اللي يجوا بس الرجال يجوا يودعون الحسين حتى النسوان جوا قال له زينب ليش ما طلعت الى الان؟ قال له النساء المدينه قد اجتمعنا حال زينب يودعون زينب يا ابو علي تتقدم ام البنين تصيح يا خليفه الزهره God.
اكبر ظل يوجعون النسوان زينب بهدي وامي. قال ايش تقول زينب؟ قالت تريد كثير ياخذها من باب الدار. لا دادي عباس قم لي اختك زينب انت كفيله يا ذا الفضل. وجاء ابو فاضل الى زينب قم يا اخي هذا الحسين عزم على الرحيل من ارض المدينه. قامت زينب والنساء قد استدرنا على زينب وابو الفضل ينادي ايها الناس غضوا ابصاركم. هذه مخدرة علي وهذه عزيزة الزهراء هذه اللي ما حد شافها. وبكل جلالة ركبت زينب في معملها وياد ابو فاضل قد لزم زمام الناقة بيد واليد الاخرى بيد الراية من شورى على محمل زينب. وريت اخرى وياي شوية ها خرج محمد شفتيها على اذنه اليمنى. قالت ولدي عباس الله الله الحسين هذا ابن رسول الله هذا ابن الزهراء يا ابا الفضل. قال لا بعد عندش وصيه يا ام البنين. اللي عنده حاجه عنده مريض كذا يقدمها ترى هذه باب الحوائج. نسالكم الدعاء يا اخي في مثل هذه الاوقات تقضى ان شاء الله حوائجنا. قالت والله يا ولدي عندي وصية. شنو الوصية؟ قالت عينك على زينب ترى بنت البتولة معصومة الصورة فخركم هالعقيلة ليكون يا ابن الضيف